أمام قمة مجموعة العشرين، رئيس السيسي يشدد على ضرورة اطلاع المجموعة بوضع حلول مستدامة للمشاكل الهيكلية التي تواجهها الدول النامية. وعلى هامش أعمال القمة، الرئيس السيسي ينسق مع رئيس المجلس الأوروبي القضايا المشتركة، والأخير يثمن جهود مصر في تسوية أزمة المنطقة. ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى أكثر من 1000 وفاة ومئات الإصابات، والخارجية تشكل خلية أزمة للاطمئنان على الجالية المصرية. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. في ظل ظرف دولي دقيق يموج بالعديد من التحديات، تنعقد فعاليات قمة مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي. وفي ظل مشاركتها في القمة بدعوة من الهند، تسعى مصر لأن تكون صوتا فاعلا للقارة الإفريقية من خلال التركيز على ما يهم القارة من قضايا وملفات سياسية واقتصادية. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة 18 لقادة مجموعة العشرين. وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أعرب الرئيس السيسي عن التطلع لخروج القمة برسالة قوية ترتقي لمستوى المسؤولية الملقى على عاتق القادة لتحقيق أمل الشعوب، وأوضح أن تحقيق الأهداف المشتركة وسط تحديات غير مسبوقة يتطلب منظورا شاملا لترتيبات يكون محورها النظام متعدد الأطراف، لافتا إلى أهمية دور مجموعة العشرين على صعيد معالجة اختلالات الهيكل المالي العالمي وتطوير مؤسسات التمويل الدولية، مع وضع حلول مستدامة للمشاكل الهيكلية التي تواجهها الدول النامية. وخلال كلمته أمام قمة العشرين، رحب الرئيس السيسي بانضمام الاتحاد الإفريقي كعضو دائم، مشيرا إلى أنها خطوة في الاتجاه الصحيح. كما أعرب عن تطلعه لأن تسهم القمة في اتخاذ خطوات حاسمة إزاء التحديات التي تحول دون التعافي الاقتصادي. We'll be right back.
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة 18 لقادة مجموعة العشرين. كما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الإفريقية الأوروبية المصغرة التي عقدت على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين، وأجرى عددا من اللقاءات مع القادة والزعماء. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين جي 20 والتي تعقد بمدينة نيودلهي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن مشاركة السيد الرئيس في قمة مجموعة العشرين تأتي تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وتأتي مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة العشرين تعزيزا للجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي على نحو متكافئ، حيث ألقى سيادته كلمة تطرقت إلى الإشادة بتعزيز التمثيل الإفريقي بمجموعة العشرين. وكذا استعداد مصر لاستضافة مركز عالمي لتخزين الحبوب وإسهام القمة في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى جهود مصر لاحتواء أزمة الطاقة من خلال تدشين منتدى دولي لتمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالسيد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، وذلك على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بالهند. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع السيدة أورسولا فاندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية. كما تفقد سيادته القاعة المخصصة للمعروضات التاريخية والثقافية للدول المشاركة بالقمة. كما شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بنيودلهي في القمة الإفريقية الأوروبية المصغرة والتي شهدت مناقشة مستجدات عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، خاصة عضوية الاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين. ومن جانبها أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فاندرلاين على الزخم الجيد الذي تتسم به العلاقات الأوروبية مع مصر، مشددة على ضرورة الاستمرار في تطوير العلاقات الثنائية. وفي منشور لها على منصة إكس أشارت فاندرلاين إلى استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في مجال الأمن الغذائي، لافتة إلى الشراكة الهامة للتكتل مع مصر، موضحة أن لقاءها مع رئيس السيسي شهد بحث التعاون في مجال الهيدروجين والاستثمارات في البنية التحتية للطاقة وأهداف مؤتمر المناخ كوب 28. أكد إعلان قادة مجموعة العشرين على أهمية الحل السلمي وبذل الجهود الدبلوماسية والحوار لإنهاء الصراعات. وشدد إعلان القادة على أهمية متابعة الإصلاحات من أجل بنوك تنمية متعددة الأطراف لمواجهة التحديات العالمية، كما دعا الإعلان لتسريع النمو القوي والمستدام والمتوازن والشامل، لافتا إلى أن القمة شهدت وجهات نظر وتقييمات مختلفة للوضع بشأن الأزمة الأوكرانية.
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الحرص على متابعة سير العمل بالمتحف المصري الكبير، جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها رئيس الوزراء لمتابعة سير العمل في المتحف المصري الكبير بضوء التشغيل التجريبي للمتحف وكذا الموقف التنفيذي الحالي ومستجدات الأعمال الجارية بالمنطقة المحيطة ومنطقة الأهرامات. وأشار مدبولي إلى ضرورة مواصلة الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة المحيط الجغرافي للمتحف المصري الكبير بتحقيق التكامل والربط مع منطقة هضبة الأهرامات، سعيا لتقديم تجربة استثنائية متفردة للزوار والسائحين. تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الأعمال الجارية أو الجاري تنفيذها بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق. وتفقد مدبولي المحطات في نطاق المتحف المصري الكبير، حيث أوضح أن نسبة تنفيذ أعمال المدينة بمحطة المتحف بلغت 40.6% وبمحطة الرماية 35.6%. كما تفقد رئيس مجلس الوزراء أعمال إعادة الشيء لأصله بالمنطقة المحيطة بالمتحف التي تم الانتهاء منها بنسبة 82% تمهيدا لافتتاح المتحف المصري الكبير. تابع رئيس مجلس الوزراء الأعمال الجارية بالمناطق المحيطة بالمتحف والطرق المؤدية إليه والتي تضمنت طريق الفيوم ومنطقة الرماية ومدخل شارع الجيش. كما شهد رئيس الوزراء أعمال زراعة النخيل والأشجار والمسطحات الخضراء وأعمال تنسيق الموقع التي يجرى تنفيذها لإضافة والإضفاء المظهر الجمالي على تلك المناطق. هذا وأكدت الحكومة أن الطريق الدائري يعد أحد المحاور الرئيسية المؤدية للمتحف المصري الكبير، ويجرى العمل بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية لرفع كفاءتين شاملة للعقارات المطلة عليه والطرق الواقعة أسفله. قام رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتفقد أعمال تطوير منطقة الخدمات بمنطقة الأهرامات، واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح حول ما يتضمنه مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة من مركز لخدمة السائحين ودورات مياه فندقية وبوابات ذكية بتذاكر إلكترونية وقاعات سينمائية، فضلا عن العديد من الخدمات. وفي ختام جولته تفقد رئيس مجلس الوزراء أعمال تطوير الهوية البصرية على الطريق الدائري بمحافظتي القاهرة والجيزة، وأكد رئيس الوزراء أهمية الإسراع في تنفيذ مشروع تطوير الهوية البصرية على الطريق الدائري الذي يستهدف إحداث نقلة حضارية بالمنطقة تزامنا مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يعد حدثا ضخما سيجذب دائرة الضوء عالميا. وأضاف مدبولي أن ذلك يأتي ضمن خطة الدولة لتحسين الرؤية البصرية وإبراز العناصر الجمالية لمحيط المتحف المصري الكبير والطرق المؤدية إليه. أعربت مصر عن خالص تعازيها للمملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عددا من الأقاليم والمدن المغربية، مما أسفر عن سقوط مئات من الضحايا والمصابين ووقوع خسائر مادية كبيرة. وأكدت وزارة الخارجية تضامنها الكامل مع المملكة المغربية حكومة وشعبا في مواجهة الآثار المدمرة للحادث المروع والمصاب الأليم. وأعلنت الخارجية أن السفارة المصرية في الرباط شكلت خلية أزمات للتواصل مع الجمعيات والروابط الخاصة بأبناء الجالية المصرية في مختلف المدن المغربية للاطمئنان على أوضاعهم، مشيرة إلى أنه لم يتم رصد أي ضحايا أو مصابين من أبناء الجالية المصرية حتى الآن. ونوهت الخارجية إلى أنها تواصل التنسيق مع السفارة المصرية في الرباط لمتابعة الموقف على مدار الساعة، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات في هذا الشأن.
إلى ذلك، أعلن التلفزيون المغربي ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد إلى 1037 حالة وفاة، إضافة إلى إصابة 1204 آخرين. وأوضح المركز الوطني المغربي للبحث العلمي والتقني أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر. هذا وأمر ملك المغرب محمد السادس أمر الجيش بنشر فرق لوجستية جوية وبرية لمساعدة المناطق المتضررة من الزلزال. دونما سابق إنذار، ضرب زلزال هو الأعنف منذ قرن المملكة المغربية ب7 درجات سجلها الزلزال على مقياس ريختر. تهدمت منازل ومواقع أثرية، وهرع الناس إلى شوارع المدن والأزقة طلباً للحماية. وما زاد من حدة القلق، خاصة خلال الدقائق الأولى تأثرت شبكات الاتصال بما جرى. استعذر على كثيرين التواصل مع عائلاتهم لطمأنتهم وللاطمئنان عليهم. ضرب الزلزال منطقة إيجيل الجبلية التي تضم قرى زراعية صغيرة على بعد حوالي 70 كيلومتر جنوب غربي مراكش. ما زاد الطين بلة أن الطرق الجبلية في اتجاه القرى التي تأثرت شهدت انهيارات للصخور، ما أعاق وصول فرق الإنقاذ إلى المناطق المتضررة، وهو ما يرجح ارتفاع عدد الضحايا. وفي مراكش أقرب المدن الكبرى لمركز الزلزال، انهارت بعض المباني في المدينة القديمة المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو، فضلا عن سقوط مئذنة مسجد الكتيبة الذي يعود تاريخه إلى القرن 12 في مراكش. ومع فداحة أعداد الضحايا، بدأت السلطات تدعو المواطنين للتبرع بالدم، كما أنها تعمل على تطهير الطرق في ولاية الحوز للسماح بمرور سيارات الإسعاف والمساعدات للسكان المتضررين. لكن المسافات الكبيرة بين القرى الجبلية تعني أن الأمر سيستغرق وقتاً لمعرفة حجم الأضرار والخسائر. تجددت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بالقرب من مدينة صيدا في جنوب لبنان بعدما كانت هدأت أمس. وأدت الاشتباكات في عين الحلوة اليوم إلى سقوط قتلى وجرحى. وسقط عدد من القذائف اليوم في مدينة صيدا نفسها، كما دفعت الاشتباكات الأخيرة سكان المخيم والمنطقة المحيطة به إلى الفرار. نشرة السادسة متواصلة معكم وتتابعون فيها. أوروبا تتهم روسيا بإغلاق الموانئ التي تتيح عبور السفن للبحر الأسود، وموسكو تتمسك بشروط اتفاق تصدير الحبوب. اتهم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل روسيا بالقيام بإغلاق الموانئ التي تتيح عبور السفن للبحر الأسود أو المرور عبر نهر الدانوب. وفي كلمة خلال قمة مجموعة 20 السنوية في نيودلهي، انتقد الاتحاد الأوروبي روسيا بسبب الانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود. وكانت روسيا قد انسحبت من الاتفاق في يوليو الماضي بعد عام من توسط تركيا والأمم المتحدة لإبرامه، إذ اشتكت من أن صادراتها من الغذاء والأسمدة تواجه عقبات، وأن الحبوب الأوكرانية لا تصل بكميات كافية للبلدان الفقيرة. أكد الكرملين أنه ملتزم بشروطه للعودة إلى اتفاق الحبوب في البحر الأسود والذي انسحب منه في يوليو الماضي. من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا بحاجة إلى إعادة ربط بنكها الزراعي الحكومي وليس شركة تابعة للبنك، كما اقترحت الأمم المتحدة بنظام المدفوعات البنكية الدولي سوافت.
قال مصدران مطلعان لرويترز إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقد محادثات مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال قمة زعماء مجموعة العشرين في نيودلهي بخصوص إحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود. وكان أردوغان قد أعلن في وقت سابق عقب محادثات مع رئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه قد يكون من الممكن إحياء اتفاق الحبوب قريبا، وطلب الرئيس التركي أوكرانيا بالمرونة في موقفها التفاوضي في مواجهة روسيا في المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق وتصدير المزيد من الحبوب إلى أفريقيا بدلا من أوروبا. دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تعزيز علاقات التعاون مع كوريا الشمالية على كل المحاور، جاء ذلك في برقية تهنئة أرسلها بوتين للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس النظام في بيونغ يانغ. وذكر بوتين أن الاتحاد السوفيتي كان أول من اعترف بالدولة الجديدة المتمتعة بالسيادة والتي ظهرت على الأرض الكورية، مشددا على أن العلاقات بين البلدين منذ ذلك الحين تستند على مبادئ الصداقة وحسن الجوار والاحترام المتبادل. человеческую сущность, которая положена в фундамент, в основу современного украинского государства. И это делает всю ситуацию. أقامت كوريا الشمالية عرضا شبه عسكري في بيونغ يانغ بمناسبة الذكرى السنوية 75 لتأسيس النظام، وحضر الاحتفال وفدان روسي وصيني بناء على دعوة من بيونغ يانغ للدولتين الحليفيتين. عرض شبه عسكري أقيم عند منتصف الليل أقامته كوريا الشمالية بمناسبة الذكرى السنوية 75 لتأسيسها. بدأ العرض الغريب في أعقاب مراسم أقيمت قبله، ولم تتضح ما تضمنته تفاصيل الفعاليات، بما في ذلك ما إذا كان زعيم البلاد كيم جونغ أون قد حضر العرض أم لا، وكذلك نوعية الأسلحة التي تم عرضها. إلا أن العرض جاء مواكبا لتدشين بيونغ يانغ غواصة هجومية نووية تكتيكية جديدة بحضور الرئيس كيم جونغ أون. وقال كيم خلال التدشين إن الغواصة الجديدة هي جزء من جهود الدفع قدما نحو التسليح النووي للبحرية في المستقبل، ويعد هذا ثالث عرض عسكري يتم تنظيمه خلال العام الجاري فقط، وقد حضره وفد الحليف الصيني الذي يقوده نائب رئيس مجلس الدولة ليو هو تشونغ عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني. المشاركة الصينية جاءت بدعوة من اللجنة المركزية لحزب العمال وحكومة كوريا الشمالية. إلى ذلك فإن الحليفتين القويتين روسيا والصين هما فقط من هنأتا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بيوم التأسيس الذي يأتي في وقت بالغ التعقيد لشبه الجزيرة الكورية. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تسوية للنزاع بين أرمينيا وأذربيجان بشأن ناغورنو كاراباخ عبر السبل الدبلوماسية. وذكر الإليزي أن ماكرون تحدث مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشانيان في سياق تقارير عن حشد أذربيجان وسائل عسكرية على الحدود مع أرمينيا وبالقرب من كاراباخ. وأكد ماكرون مجددا تمسكه بحل الأزمة الإنسانية في ناغورنو كاراباخ وتسوية عادلة ودائمة للنزاع امتثالا للقانون الدولي والدبلوماسي. أفاد تقرير بأن جميع سكان العالم تقريبا تعرضوا لدرجات حرارة أعلى في الفترة من يونيو إلى أغسطس نتيجة لتغير المناخ. وتسببت موجات الحر الطويلة في أمريكا الشمالية وجنوب أوروبا هذا العام في حرائق غابات كارثية وارتفاع في معدلات الوفيات.
جميع سكان العالم تعرضوا لدرجات حرارة أعلى في الفترة من يونيو إلى أغسطس نتيجة لتغير المناخ الناجم عن أنشطة البشر، هذا ما أظهرته أحدث الدراسات العلمية في هذا الشأن. ويشهد نصف الكرة الأرضية الشمالي صيفاً هو الأكثر سخونة منذ بدء التسجيلات، وتسببت موجات الحر الطويلة في أمريكا الشمالية وجنوب أوروبا هذا العام في حرائق غابات كارثية وارتفاع في معدلات الوفيات. وكان شهر يوليو الشهر الأعلى حرارة على الإطلاق، في حين كان متوسط درجات الحرارة في أغسطس أعلى أيضاً بمقدار 1.5 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية. وفحصت دراسة أجرتها منظمة كلايمت سنترال، وهي مجموعة بحثية مقرها الولايات المتحدة، فحصت درجات الحرارة في 180 دولة و22 منطقة، وخلصت إلى أن 98% من سكان العالم تعرضوا لدرجات حرارة أعلى، زادت احتمالية حدوثها بمرتين على الأقل نتيجة للتلوث بثاني أكسيد الكربون. وقالت المنظمة إن جميع سكان الأرض تقريباً تأثروا بظاهرة الاحتباس الحراري خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفي نصف الكرة الأرضية الجنوبي حيث الطقس البارد تم تسجيل درجات حرارة مرتفعة في إشارة إلى التغيرات الحادة في المناخ على كوكب الأرض. افتتح وزير الأوقاف محمد مختار جمعة المؤتمر 34 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المنعقد في القاهرة تحت عنوان الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجدة، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف وزير الأوقاف أن عدد المساجد التي تم افتتاحها سواء جديدة أو إحلال وتجديد بلغ أكثر من 10,500 مسجد في السنوات التسع الماضية، بالإضافة إلى تحسين رواتب الأئمة، وذلك في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأتوجه بكل الشكر والتقدير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفظه الله على تفضله برعاية هذا المؤتمر، سائلا الله عز وجل أن يوفق سيادته وأن يسدد خطاه وأن يجزيه خير الجزاء عن اهتمامه بعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، حيث بلغ عدد المساجد التي تم افتتاحها ما بين بناء جديد أو تطوير شامل أكثر من 10,500 مسجد في التسع سنوات الأخيرة. كما أشكر سيادته على اهتمام وتوجيه سيادته بالعمل المستمر على تحسين أحوال الأئمة ماديا ومعنويا وإكرامه لأهل القرآن. نشر المركز الأعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن رسوماً توضيحية تسلط الضوء على الاستراتيجية ومبادرة الدولة لدعم الفلاح المصري التي أتت ثمارها في إطار الاحتفال بعيد الفلاح المصري السنوي للعام 71. ورصد التقرير الرؤية الدولية والتي تعكس جهود الدولة المصرية في دعم الفلاح المصري، حيث ذكرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو أن الحكومة المصرية تعمل على تزويد المزارعين بالمدخلات الزراعية المدعومة. ومن جانبه أشاد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بمساهمة جهود مصر في أنظمة الإنذار المبكر واستخدام الآلات الزراعية في جعل المزارعين أكثر استعدادا لمواجهة تأثيرات تغير المناخ. تحتفل مصر اليوم بالعيد 71 للفلاح المصري الذي يوافق ذكرى صدور قانون الإصلاح الزراعي الصادر عام 1952 عقب قيام ثورة 23 من يوليو. مصر تحتفل بالعيد 71 للفلاح المصري الذي يوافق ذكرى صدور قانون الإصلاح الزراعي الصادر عام 1952 عقب قيام ثورة 23 من يوليو، حينما أنهى مجلس قيادة الثورة الإقطاع بكل أشكاله وتم توزيع الأراضي على المزارعين فأصبحوا ملاكا بعدما كانوا مستأجرين.
الاحتفال يعد تكريما لجهد الفلاح المتواصل عبر آلاف السنين ودوره الكبير المتعاظم في الاقتصاد المصري، وعرفانا بفضله في توفير المستلزمات الحياتية اليومية من السلع الغذائية لربوع الوطن. وكانت ثورة 23 من يوليو عام 1952 ترجمة أمينة لطموحات الملايين من الفلاحين، مثلما كانت تجسيدا أمينا لطموحات وآمال الحركة الوطنية المصرية، وخاصة في قانون الإصلاح الزراعي الذي نحتفل بذكراه في 9 سبتمبر باعتباره عيد الفلاح المصري. قانون الإصلاح الزراعي قام بإعادة تركيب هيكل الملكية الزراعية وساعد على نمو الحركة التعاونية الزراعية وتعميق دورها في خدمة الزراعة والفلاحين، بالإضافة إلى إقامة توازن نسبي بين الملاك والمستأجرين للأراضي الزراعية. الدولة بقيادة الرئيس السيسي ومنذ توليه قيادة البلاد تحرص على دعم الفلاح بكل السبل المتاحة، إيمانا منها بضرورة إرساء دعائم التنمية الزراعية التي تظل ركنا رئيسيا من أركان الاقتصاد الوطني. وتسارعت خطى وجهود الدولة لتسخير كل الإمكانيات من أجل تخفيف الأعباء عن المزارعين وتقديم القروض الميسرة لهم والتوسع في المشروعات والأنشطة الزراعية وتطوير وتحديث منظومة الري وتطويع التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي ورقمنة الخدمات المقدمة للفلاحين. توجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام بالمزارعين تم ترجمتها على أرض الواقع لتنعكس بشكل إيجابي على توفير حياة كريمة للفلاح وتعزيز الإنتاجية الزراعية ورفع معدلات الأمن الغذائي والاستراتيجي للدولة وزيادة الصادرات المصرية من المحاصيل المختلفة. وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، فإن الحكومة تحرص على تقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية للفلاحين، ويأتي في مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وتستهدف رفع مستوى معيشة الفلاحين. إن دعوتي للحوار الوطني تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات. والذي أتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيوياً، يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر، ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات. ثمن المشاركون في جلسة التمكين السياسي للشباب ضمن أعمال الحوار الوطني جهود الدولة خلال السنوات الماضية في مجال تمكين الشباب. وخلال الجلسة التي شهدت مناقشة تعزيز مشاركة ودمج الشباب في النشاط السياسي، شدد عدد من المشاركين على ضرورة دعم جميع الوزارات لمختلف الأنشطة الطلابية، مطالبين بتنفيذ حافز دراسي للشباب للمشاركة في الأنشطة. قال النائب أحمد فتحي مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني إن الشباب الذين جاءوا من جامعات ومدارس مصر المختلفة استطاعوا توصيل صوتهم للحوار الوطني. كما أكد مقرر اللجنة أن الشباب عرضوا المطالب والتحديات التي يواجهونها، مشيرا إلى أن هناك اهتماما حقيقيا بدعم الأنشطة الطلابية.
احنا النهاردة بجد يعني لما تسمع صوت الشباب في عملية الاتحادات والأنشطة الطلابية والمطالب والتحديات والمشاكل اللي بيواجهوها سواء داخل المدارس وداخل الجامعات ويوصلوا صوتهم للحوار الوطني عشان نرفع توصيات لفخامة الرئيس، نقدر نجذب أكبر عدد ممكن من شبابنا إن احنا نحقق معهم نجاح حقيقي لعملية التمكين السياسي، عمرنا ما هنقدر نعملها إلا ما يبقى فيه اهتمام كبير جدا بدعم اتحادات الطلبة والأنشطة الطلابية. النهاردة صوت الشباب كان بيطالب بأكتر من حاجة، احنا عندنا 5 لجان نوعية داخل اتحادات الطلبة للمدارس وعندنا 7 لجان نوعية داخل اتحادات طلاب الجامعات. قال مجدي عدلي عضو حزب المصريين الأحرار الاشتراكيين، قال إن نسبة شباب في الهيكل السكاني المصري تقترب من 60%. وأضاف عدلي أن إنجازات الدولة تضمنت إعطاء نسبا كبيرة لتمثيل الشباب في المجالس النيابية. نسبة الشباب في الهيكل السكاني المصري تتقارب من 60%، فطبعا لازم نسبة المشاركة السياسية وتدعيم الشباب لازم تزيد وتتناسب أيضا مع نسبة العدد. طبعا إنجازات الدولة المصرية ما حدش ينكرها في الفترة اللي فاتت، وأن السيد الرئيس أعطى اهتمام كبير للشباب بزيادة نسبة أعدادهم وتمثيلهم في المجالس النيابية، ويمكن لاحظنا ذلك في آخر مجلس نيابي بزيادة عدد، فيعني ده شيء مشكور يعني مشكور ومحمود، وطبعا احنا بنطالب بمزيد من المشاركة الفعالة. قال رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة إن اتحاد الطلاب على مر التاريخ يمثل طلاب الجامعات ويخرج كوادر متمكنة سياسية. أضاف رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة أنه يجب العمل على الانتخابات الطلابية من البداية، وأن يكون هناك تعريف بالبرنامج الانتخابي لإيجاد كوادر لديها برنامج ويتم تأهيلهم وتمكينهم. احنا بنتكلم عن اتحاد الطلبة ككيان، وعلى مر التاريخ اتحاد الطلبة هو شيء محترم جدا بيمثل طلاب الجامعات المصرية، والمفروض ان بيخرج منه كوادر تتمكن سياسيا وتكون موجودة في الأماكن السياسية. اللي انا منتظره من الحوار الوطني وقلناه في التوصيات بتاعتنا، اولا لو عايزين نحل او نخلي شكل الاتحاد يرجع للصورة الأصلية بتاعته والصورة الذهنية اللي كانت قديمة من ايام مصطفى كامل وما بعده، احنا محتاجين نبدا نخلي الانتخابات بتاعه الاتحاد الطلبه الاول نشتغل عليها في مراحلها المختلفه، ان يكون في تعارف ما بين الطلاب ويكون في عرض للبرنامج الانتخابي، لان للاسف ده بيحصل في المرحله الاولى بس، لكن المرحله الثانيه اللي هي خاصه بالكليه والجامعه ده ما بيحصلش فيها، فلازم ده يرجع مره ثانيه. عقد الحوار الوطني جلسته العامة والعلنية لمناقشة قضية الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول والمدرجة على جدول أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور المجتمعي. وناقش الحضور عددا من الموضوعات التي تتعلق بالصناعة الثقافية، وهي الدراما والسينما والتلفزيون والمسرح، وأيضا الموسيقى والغناء. وقد عقدت الجلسة الخاصة بكل صناعة من تلك الصناعات لمناقشة أوضاعها والتحديات التي تواجهها وكذلك سبل تطويرها والارتقاء بها بمشاركة شخصيات بارزة من صناعها والقائمين عليها وممثلين القوى الحزبية والسياسية. أكدت رئيسة الحزب الاجتماعي الحر عصمت المرغني أن الحوار الوطني إيجابي بشكل كبير ومثمر. أضافت عصمت المرغني أن الفنانين شاركوا بشكل كبير في النقاشات. أنا شايفة الحوار الحقيقة يعني إيجابي جدا جدا ومثمر قوي، والفنانين كمان أدلوا بدلوهم، بالذات نقيب الفنانين الدكتور أشرف زكي اتكلم على المسائل الخاصة ب كيف ننمي فكر الناس على الفن وعلى المسرح. أستاذ محمد عادل اتكلم في كلام برضو بهذا الخصوص، ان في الميزانيات ما بتساعدش، الشباب الكتير بيتخرج من المسرح ما بيلاقيش اماكن، فيعني ولكن مصر هي أم الفن كله، أم الفنون كلها. أوضح الفنان أحمد شاكر أن الحوار الوطني مهم جدا ومثمر ويساعد في كل المجالات. وأضاف أنه شارك في لجنة الثقافة والفنون والمسرح، وتم طرح أفكار ورؤى وينتظر أن تسهم في إذكاء الحركة الفنية والثقافية. هذا
هذا الحوار حوار مهم جدا ومثمر وهيساعد في كل المجالات ان بكره ان شاء الله يكون احسن. مشاركتي في اللجنة الخاصة بالثقافة والفنون والمسرح النهاردة شرف ليا طبعا، واعتقد ان انا وزملائي واساتذتي طرحنا افكار وتوصيات ورؤى من وجهة نظر تجربة كل واحد فينا، ممكن ان شاء الله انها تسهم في ازكاء الحركة الثقافية والمسرحية والفنية في مصر ان شاء الله. قال الفنان محمد عادل إن هناك تقاربا في وجهات النظر بالمناقشات، ومعظم ما تم طرحه تمت الموافقة عليه. أعرب الفنان محمد عادل عن أمله في أن تكون هناك توصيات جديدة فيما يخص الفن بشكل عام في السينما والمسرح والتلفزيون. إن إحنا نواظب على إن إحنا نتجمع ونتكلم الأول، نطرح مشاكلنا، نشوف آليات تنفيذ جديدة، نغير كل اللي مضايقنا. الميزه ان في تقارب في وجهات النظر، معظم اللي اتقال كل الناس موافقه عليه، نتمنى يبقى في توصيات جيده توصل للسيادة الرئيس وكل من هو مسؤول ومختص بتغيير هذه اللوائح او القوانين او الاهتمام او التطوير بما يخص الفن بشكل عام والثقافه في المسرح او في السينما او في التلفزيون. نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا لمناقشة ملف الشباب والاتحادات الطلابية بالجامعات. وأكد المشاركون في الصالون أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في مجال تمكين الشباب، مؤكدين أن تناول الموضوعات التي تخص الشباب وقضاياهم خلال جلسات الحوار الوطني يدل على أهمية الشباب وتمكينهم في المجتمع. احنا كدولة قطعنا شوط كبير جدا في التمكين السياسي للشباب، بس احنا يمكن مستعجلين او بننسى شوي، لان احنا لو اتكلمنا على وضع الشباب دلوقتي من اللي حصل في مجال الشباب من 2016 لحد النهاردة، انا شخصيا بعتبر ان ده معجزة، يعني ما كانش حد يصدق اللي احنا وصلنا له. من الممكن ان هو يكون مش بالقدر الكافي، او ان احنا عندنا طموح اكبر، وده طبيعي لان احنا مجتمع فيه 60% من الشباب، 60% من التعداد السكاني شباب، فمحتاجين دايما يبقى في جهد ومحتاجين دايما في اكتر عشان نقدر نلبي طموحهم. كان في بعض التوصيات امبارح في الحوار الوطني فعليا لتغيير او يعني تعديل بسيط في اللوائح بتاعه الاتحادات، كان من ضمنها مثلا ان احنا نضم اللجان الاتحادات العليا مع الوزارات، مش نضمهم مع الوزارات كسلطه، لا هو نضمهم لمعرفه الدوله اكتر، لمعرفه فرصها، لمعرفه برامجها التدريبيه، ان البرامج التدريبيه دي هتخرج كوادر قياديه قادره على القياده بشكل كويس، قادره على توصيل البرامج او التدريب اللي هم اتدربوه للطلبه بشكل سليم. الكوادر القياديه دي كلها طبعا دي هتاثر قدام، دي هتاثر حتى الطالب بعد ما يتخرج، يعني سواء يعني زي مساله النائب قال دلوقتي ان هم اغلبهم بينضموا سواء لاحزاب سياسيه او لهكذا عشان يعرفوا اكتر في الدوله. ان احنا برضو كان من ضمن المطالب امبارح ان هم اللي هو في الحوار الوطني يقصد ان هم مش يزودوا ان هم يزودوا الوعي السياسي للطالب. التوصيات اللي احنا قدمناها، الشاب لما بيجي يتخرج من الجامعه بيسالك اول سؤال، هبدا منين وابدا ازاي؟ يعني انا كشاب اتخرجت ومعايا الشهاده بتاعتي هروح فين؟ ما بيبقاش عارف ازاي الاول ان هو يأهل نفسه لسوق العمل. فانا حزب المصريين الاحرار ببتدي ان انا اتعامل معاه بهدوء وبروانه عن طريق الدورات التدريبيه اللي انا بتعامل بيها، ان هو ينمي من نفسه ويكون معاه سكيلز اكتر، لان طبعا المؤهلات دلوقتي ما بقتش مواكبه لسوق العمل بالشكل الكافي، فاحنا بنحاول ان احنا ندعمه اكتر بتدريبات اكتر وبدورات تدريبيه اكتر بحيث ان هو يأهل نفسه ويطور من نفسه بحيث ان هو يكون بريفيرد عند الشركات، ويكون الشركات هي اللي عايزاه مش هو اللي عايز الشركات. نظمت مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأرمان بالتعاون مع مؤسسة أبو هشيم الخير احتفالية كبرى بمحافظة بني سويف تزامنا مع اليوم العالمي للعمل الأهلي. جاءت الاحتفالية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي وشهدت تسليم 200 مشروع تمكين اقتصادي. في إطار متابعة مؤسسات التحالف الوطني لنتائج مبادرة التمكين الاقتصادي التي أطلقت مؤخراً وفقاً لبروتوكول تعاون بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأرمان ومؤسسة أبو هشيم الخير، جاءت الزيارة الميدانية لعدد من المشروعات التنموية الصغيرة بقرية زاوية المصلوب التابعة لمركز الوسطى
بمحافظة بني سويف. كل شهر بننزل نسلم 200 مشروع مع طرود غذائية وطرود لحمة. النهاردة قلنا لا، احنا عايزين بقى ننزل نشوف نتيجة المشروعات التمكين الاقتصادي دي كانت ايه وقعها. جايين النهاردة نوزع 200 مشروع اقتصادي تمكين اقتصادي، اول مرة نيجي نفتح المشاريع. فتحنا دلوقتي 3 نماذج من المشاريع اللي هم فازوا معنا الشهر اللي فات. ده جزء من أكتر من 600 مشروع تمكين اقتصادي اتوزع حتى الآن على أرض الواقع، لكن لسه هنكمل إن شاء الله. 3 مشاريع لمواطنين استفادوا من مبادرة التمكين الاقتصادي يأتوا كنموذج لعديد من المشروعات التي تم تسليمها لعدد من المواطنين المستهدفين لدعمهم وتوفير كل ما كان ينقصهم لتبرز مدى نجاح المبادرة وما حققته على أرض الواقع لهم. قالوا أنت يلزمك، إيش قلت لهم؟ أنا يلزمني مكنة وكدتي. قالوا خلاص نجيب لك كل اللي أنت عايزه. جو عطني 15,000 جنيه وقالوا اللي أنت عايزه، واللي أنت عايزه بعد كدتي بعد ما تسد دول هنديلك يعني إيه؟ هنديلك منحة تاني. عطوني 30,000، أول دفعة 15,000 جبت حاجتي وجبت بضاعتي وجبت حاجاتي كلها وقومت مشروعي حلو. بشكر المؤسسة الحياة كريمة ومؤسسة الرمان عشان وقفوا معنا وساعدونا يعني. بعد الزيارة الميدانية استكملت مؤسسات التحالف فعاليات المبادرة في الشهر الثالث منها بتسليم 200 مشروع تنموي صغير الذي يتمثل في قرض حسن قيمته 30,000 جنيه، بالإضافة إلى تسليم 2 طن من اللحوم الطازجة و1000 كرتونة مواد غذائية على 1000 أسرة. كنت محتاج مكنة بتاعت خشب إن أنا أسعى بها اللي أطور مشروعي. سمعت من ناس التحالف الوطني فروحت ربنا كرمني وخدت قدمت على القرض إن شاء الله الحمد لله، وجالي بعد أسبوع كلموني إن هم هيدونوا قرض علشان خاطر أكبر المشروع وكده، والحمد لله بعدها عملت الورق واستلمت القرض وكبرت المشروع الحمد لله، وأصبحت بعد ما كنت ببيع قطاعي بقيت ببيع جملة وقطاعي. حط 15,000 وكملت على نفسي، ويعني شايفة إن المشروع كويس وساعدني أنا وأختي كمان. أختي دخلت شركة معايا. لا الحمد لله تطور كويس جدا وبيساعد ناس كتير جدا جدا ما كانتش لاقيه. من اهداف التحالف الوطني منذ اطلاقه هو ان يحيا كل مواطن مصري حياه كريمه يتمتع بها اينما كان، وما زالت مؤسساته مستمره في تحقيق هذا الهدف الاساسي. والان اخبار المال والاعمال من نشره السادسه تقدمها لنا سارة نجيب. إليك سارة. شكرا لكم دينا وأميرة. مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية للسادسة، أهلا بكم. أكد وزير المالية محمد معيط أن البنك الآسيوي له أهمية كبرى للمساهمة في الاستثمار بالبنية التحتية بالقارة الإفريقية. جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر بحضور وزير المالية حول استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأول مرة بإفريقيا. وأوضح وزير المالية أن مصر سددت 52 مليار دولار قيمة الالتزامات الخارجية المستحقة عليها خلال العامين الماليين 2021-2022 و2022-2023، مشيرا إلى أنهما وهما أكثر عامين مر فيهما العالم بتحد اقتصادي. كما أكد وزير المالية أن انضمام القاهرة إلى بريكس من شأنه أن يعزز استثمارات الدول الأعضاء في مصر، موضحا أن البنية التحتية في مجال الموانئ تشهد تطورا كبيرا، وأن ذلك التطوير والتوسعة تأتي بالتوازي مع مشكلة تراكم البضائع بالمواني. يعني العالم بيعاد تشكيله اقتصاديا وسياسيا من جديد، ومصر موجودة بقوة في كل المحافل الدولية سواء في البريكس. سيادة الرئيس بيحضر اجتماعات مجموعة الـ20، وادي اجتماعات البنك الآسيوي، دي فريدة من نوعها. معالي الوزير أعطانا صورة متفائلة للاستثمارات في السنوات القادمة، وفي أمل كبير جدا أننا نجتاز كل هذه الصعوبات، لأن الدولة اللي قدرت
تعبر مشاكل وأزمات وتحديات كبيرة جدا بعد يناير، قادرة بإذن الله أنها تتجاوز هذا الأمر وتخرج إلى بر الأمان. انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وقلنا أن البنك يعني عنده 106 عضو ورأس ماله 100 مليار دولار، ومصر من الأعضاء المؤسسين في هذا البنك، يعني من الدول الإقليمية بالنسبة للبنك من حيث التأسيس ومن حيث التمويل، وبرغم أنها دولة في قارة أفريقيا ويعني لها حصة في رأس المال ب 650 مليون دولار، البنك عمل اجتماعاته السنوية حضوريا فعليا قبل كده في ثلاث دول في العالم، الهند والصين وبروكسل، فدي يعني أول مرة في القارة الأفريقية يعقدها في مصر. أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والهند لتصل إلى 6 مليارات دولار خلال عام 2022 مقابل 5.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.7%. وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن قيمة الصادرات المصرية إلى الهند بلغت 1.9 مليار دولار خلال عام 2022، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية إلى الهند 4.1 مليار دولار خلال نفس العام. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوياته خلال 10 أشهر، ويأتي صعود النفط رغم قوة مؤشر الدولار الأمريكي. وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر إلى 90 دولارا و65 سنتا للبرميل بنسبة تصل إلى 3.14%. فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 2.8% لتصل إلى 87 دولارا و51 سنتا للبرميل. هذا وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 15.5% لتصل إلى 3 دولارات و3 سنتات للتر. هذا وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 39% لتسجل 2.61 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكد مدير إدارة آسيا بالخارجية الروسية جيورجي زينوفيف إلغاء سياسة الدولارة في العلاقات الاقتصادية بين روسيا والصين. ونقلت وسائل إعلام عن الدبلوماسي الروسي قوله إن حصة العملات الوطنية في التسويات الروسية الصينية نمت بوتيرة سريعة جدا مع حلول عام 2022، حيث كانت تبلغ حوالي 25% قبل أن تتجاوز حاليا نسبة 80%، منوها بأن الأطراف الاقتصادية الروسية الصينية ابتعدت بشكل كبير عن عملات الدول الغربية. أكدت هيئة الإحصاء الروسية أن التضخم السنوي في موسكو سجل 5.15% في أغسطس، وذلك ارتفاعاً من 4.30% في يوليو. هذا وأكد وزير المالية الروسي أنطون سيوانوف في وقت سابق أن توقعات نمو الاقتصاد الروسي بحلول نهاية عام 2023 بلغت نسبة 2.5% أو أكثر.
نهاية جولتنا الاقتصادية للسادسة، والآن عودة من جديد لاستكمال باقي الأخبار مع أميرة ودينا. إليك. شكرا لك سارة. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص العزاء للشعب المغربي الشقيق والملك محمد السادس في ضحايا الزلزال المروع. كما أعرب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن تمنياته الخالصة للمصابين بسرعة الشفاء، مؤكدا تضامن مصر حكومة وشعبا مع الأشقاء في المغرب. ونهاية نشرة السادسة، هذه تذكرة بأبرز العناوين. أمام قمة مجموعة العشرين، الرئيس السيسي يشدد على ضرورة اطلاع المجموعة بوضع حلول مستدامة للمشاكل الهيكلية التي تواجه الدول النامية. وعلى هامش عمل القمة، الرئيس السيسي ينسق مع رئيس المجلس الأوروبي القضايا المشتركة، والأخير يثمن جهود مصر في تسوية أزمات المنطقة. ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى أكثر من 1,000 الإصابات، والخارجية تشكل خلية أزمات للاطمئنان على الجالية المصرية. انتهت نشرة السادسة من التلفزيون المصري. إلى اللقاء.